بعد نهاية الدور الأول من دور المجموعات من بطولة كأس العالم، خلينا نسأل الشارع الرياضي الأردني عن أفضل منتخب قدم مستوى حتى الآن. والله أنا بالنسبة لي المكسيك صراحة، يعني كون ألمانيا هي كانت معها بطولة كأس العالم في 2014، فالكل توقع أنه ألمانيا تأدي دور منيح تمام. وبالنسبة للمكسيك هي معروفة، يعني المونديال الماضي البرازيل مناش نحكي لآخر رمق لما قدرت تفوز على المكسيك. ما بعرف إيش بكأس العالم كله. شو أحسن منتخب حتى الآن شفته في كأس العالم؟ البرتغال. عشان هاتريك رونالدو ولا؟ إيه. عشان رونالدو ولا في مقومات ثانية؟ لعبوا صح. لعيبة. إن شاء الله لأنه بالكأس إن شاء الله. أنا بالنسبة لي بشجع البرازيل و ما بشوف أحد أحسن من البرازيل. يعني بوجهة نظرك من أحسن منتخب لحد الآن قدم مستوى؟ البرتغال. عشان رونالدو ولا هو كفريق كامل؟ لا هو الفريق كامل، يعني في خطة دفاعية كويسة، ورونالدو كمان يعني جاب 3 أهداف، الأرجنتين جابت هدف، البرازيل جابت هدف، إنجلترا جابت هدف، رونالدو لحاله جاب، كريستيانو رونالدو جاب 3 أهداف. والله أنا ما تبعت كثير، بس يعني كانت الأوروغواي شوي كويسة مليحة، يعني ما تبعتش كثير. البرازيل يعني بتعرف أولها الدور الأول ما ببين في فرق، يعني بتعطي كل اللي عندها، بتعرف كل شيء مخبى، بكون في شغلات مخبية وفي شغلات إن شاء الله بتكون لقدام أحسن. صراحة ولا حدا. صراحة بالنسبة إلي أحسن منتخب هو البرازيل، لسبب واحد إنه مارسيلو، يعني بعشق هذا اللاعب، فهذا الإشي اللي بيخليني أشجع البرازيل. أحسن فريق إسبانيا. ليش؟ أجمل اللعب كان. والله إحنا كنا متأملين بالمنتخبات العربية إنه يكون لعبها أحسن من هيك، يعني بالنسبة للمنتخبات العربية شايف تونس أحسن إشي. منتخبات الثانية مش كثير متابع صراحة. يعني مين تتوقع هيك بوجهة نظرك أحسن منتخب نوعا ما قدم خلال الجولة الأولى؟ يعني أنا مع المنتخبات أمريكا الجنوبية، فإن شاء الله بنشجع البرازيل، أرجنتين، هاي المنتخبات. يعني أحسن منتخب البرتغال بشكل عام، يعني مش دول عربية، بشكل عام بشكل عام بشوف المنتخب البلجيكي أداؤه كتير ممتاز ومستوى متزن يعني عن بقية. البرازيل يعني أداؤه مش كويس، بس مش اللي توقعنا من كمنتخب برازيلي. يعني تتوقع خلال الجولة الجاي واللي بعدها يعني ممكن أداء المنتخبات الكبيرة زي ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين تتحسن؟ أنا متوقع إنه البطولة هاي بالذات راح يكون فيه مفاجأة، فريق يأخذها أول مرة يأخذ كأس العالم.